السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ مريم العالمي. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم ميني طارت بفواكه الموسم. كنحتاجوا لهاد لي طارت هادو 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، جوج معالق ديال السكر كلاصي، جوج معالق كبار، قبصة ملح هنايا. غنعملو هاد العجين هذا أو الخليط، عفوا، من العجين كتشوفو. غادي نزيدو بيضة بحال هادشي لا متشمعش لينا البيض. غادي نزيدو الحليب غير تجمع العجين وصافي، متجمعش العجين. غادي نزيدو الحليب بارد، غادي نشمعو بيه. من بعد غادي نقول لكم، غادي نقول لكم شحال خدات لي ديال الحليب. تشمع العجين، ديما العجين المرمل ما كيتلك ما حتى شي حاجه، غير كيتشمع فقط. غادي نوضعو في الثلاجه مده ساعه ونعاودو نطلقو. ما خرجش العجين من الثلاجه قسمتو على جوج وغادي نطلقو. من بعد ما طلقت العجين على هاد السوق هذا كتشوفو، غادي ناخدو الجوج ديال لي طاق وغادي نديرو منو العجين وغادي نبدا كنسي هكايا. غادي نبدا نشكلو القوالب. هيا بعد ما كملت العجين القوالب تقبتو فرشيط وغادي ندخلو الفران. النار تكون نهيلة، عجين مرمل دغيا كيحب، وطلقو مع تيتيمات الوصفة. بلا كخيم باتيسير كنحتاجو ليها 3 معالق ديال السكر سنيدة والسكر حسب الذوق. عندي هنايا جوج أكياس فانيل، جوج أصفار بيضات، هنايا نصف لتر حليب خديت النص ديالو وغليتو، ولا كخيم باتيسير هنايا أصفار بيض، سكر مع فانيل جوج أكياس، وغادي نخلطو مزيان. نزيدو الحليب نزيدو هنا الحليب اللي غلينا، قلت لكم بسيطه خديت منو النصف وغليتو. ناخذ 3 معالق كبار مع مرنج ولا كخيم باتيسير، شوفو صافي. هذا لي خلطو ونوضعو فوق البوطة ونشوفو بدا يعقد، ونحطو حتى نشوفو بدا يعقد. غادي نوضعو الزبدة يطريف باش متكونش لينا ديك القشرة لي كتكون من الفوق، معقدة الكريمة
peut chauffer. Normalement, les tartes. Je vais vous mettre un peu de temps. Que vous chauffez. Que je vais vous mettre un peu de temps. Je vais vous mettre un peu de temps. Je vais vous mettre un peu de شوفوا غادي نستعمل نعمرهم ونرجع معكم بعد ما عملت لي طاحت لا كريم انا عندي بريس كتشوفوا هذا الشكل هذا كتشوفوا عندي هنايا كيوي فواكه ديال الموسم اي فاكهه كانت عندكم عمروا بها لا طاحت هنايا البنان نعمر فيها هكذا طاحت شوفوا هكذا و كتجيو على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا كيجيو رائعين جربوهم انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا غادي نعمل لي طارت بالفواكه نتلاقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله هذا هو الشكل النهائي ديال مين طارت بفواكه الموسم كيجيو على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا هنايا درت شويه ناباج باش يعطي البريو نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد الى لقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.